بسم الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. ربنا أعنا على محبتك وزدنا طاعة لك وإخلاصا، آمين يا حبيب المخلصين. أما بعد، سلام عليكم بالتمام والكمال. يا من أردتم أن تكونوا من أهل الإحسان، أعانكم الله على ذلك إن كنتم من الصادقين المصدقين من طرف المولى العظيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا أو التصحيح ورأوا تصحيح، ملا شيء تبع بعضه ولو فما مراحل أو صفات. قولوا آمنا بالله، أو الدرجة الأولى بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. الدرجة الثانية لا دوزيام فاس، قولوا آمنا بالله، أول شيء ما تصرح به تصريح، مش تصريح للفيسك، تصرح به لله لكي التصريح هذا يكون شاهد لك لا عليك، ما دمت آمنت وعملت على ضوء ما جاء به الإيمان. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أي القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. اليهود قولوا ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل، يعني يمن بل إسماعيل زاد النبي عليه السلام، مكانش لا يهودي ولا نصراني، كما تظن أنك يهودي نصراني وأنت تنكر نبوة إسماعيل عليه السلام، فلست في شيء من الصحيح علاقتك بالصحيح رب العالمين. وإسحاق إيزاك ويعقوب جاكوب، على بالمناسبة كلاب اليهود والنصارى أهل النصارى يتموا سيدنا يعقوب اللي هو دخل في صراع مع الله وغلب الله بالحيلة. إذا كان سيدنا يعقوب يصل توصل هذه التهمة سيرد عليه بما يجب ويقيم حاجة، كيف يكون الله يعني يقبل من نبي اختاره ربه سبحانه وتعالى، والله يعلم من يختاره وكيف يختار، وبعد يأتيه مناسبة باش يغلبه. منين ليك ربي يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فما الكافرين أمهم رويدا وأملي لهم إن كلمتي الله يملي اليهود والنصارى ومن اتبعهم من غير النصارى، أي من غير اليهود أي المسلمين المقلوبين، نفس الشيء ستجعلون أنفسكم مع من أحببتم، وإن لم تجروا بتلك المحبة فأنتم منهم هم منكم ونحن براء منكم جميعا. تو نو سوم تو تافي ديامتر موبوزي افو لي فو مسلمون. وقالوا ها قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، أي 12 قبيلة من بني إسرائيل، وكل قبيلة سبط، والقبيلة عندها اسم من أصلها. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي نبيون من ربهم، من ربهم نبيون ما يأتون إلا من الله، لا عندهم مرجعية غير مرجعية ربانية. وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق، وهذا زاد درجة أخرى، لا نفرق بين أحد منهم، احنا مناش قاعدين نميل لنبي دون نبي أبدا، ليس عن الإسلام شيء. من الآداب الأنبياء الكل نؤمن بهم ونقدر شأنهم ونؤمن بما أتوا به، وإن لم نعلم منه شيئا أو جزءا منه. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لو مسلمون، أي نصوم دي سومي أديو 100%. والسلام.